الصدفية بناخذ من القسط الهندي يعني خبروا. يلا اسمعيني اسمعيني من الشاشة، شكرا. خذي القسط الهندي المطحون ناعم، اخلطيه بالفازلين، علبة فازلين بنحط ملعقتين من مطحون القسط الهندي، جدا رائع بعون الله سبحانه وتعالى. لو أضفنا عليهم كمان ملعقة من زيت الكتان وملعقة من زيت الخروع بصير كريم، بتدلك على الصدفية وريحي حالتها النفسية. وإن شاء الله بالحلقات القادمة راح أعطيكم كثير من وصفات للصدفية.